من القيمة المطلقة عندي قيمة مطلقة وهنا قيمة مطلقة عملية جمع، صح ولا لا؟ لما نجمعهم من الخواص نتاع القيمة المطلقة تقريبا خاصية 8 يصبح عندي س زائد 3 زائد س ناقص 1، هذه قيمة مطلقة أكبر أو تساوي 3. الآن عندي هذه وهذه لما نجمعهم بيولي عندي 2 س، صح ولا لا؟ كقيمة مطلقة 3 ناقص 1 بتولي عندي زائد 2، صح ولا لا؟ أكبر أو تساوي 3. الخطوة الثانية شنو هي؟ الخاصية 4 هذه، فالخاصية الأربعة 2 س زائد 2 أكبر أو تساوي 3، 2 س زائد 2 أصغر من أو تساوي سالب 3. نخدم عليها توا، أول شيء نقوله هذه تبدأ عندي 2 س بتأكبر أو تساوي 1، معناتها س قديش بتساوي؟ بتساوي أو أكبر أو تساوي النصف. الثانية عبارة عن شنو؟ 2 س بتنتقل هذه 2 عكس الإشارة فتصبح أصغر أو تساوي سالب 5، معناتها س تصبح أصغر أو تساوي سالب 5 على 2، يعني 2.5 س أصغر أو تساوي سالب 2.5. طبعا أنا في الحل المسائل زي هذه بهمني أن تكون الحل النهائي، شنو هو الحل النهائي؟ يا يكون رسم بهذا الشكل، يعني حنديره هنا الموجب نص وهنا عندنا 2.5 بالسالب، تمام؟ حجي هذه ونجي لهذه نظللهم، صح ولا لا؟ هذه بما أنها أكبر حتتجه هكي، وهذه بما أنها أصغر حتتجه هكي. إذا مجموعة الحل يا بنات في النهاية عبارة عن شنو؟ س ينتمي إلى أصغر حاجة هي سالب ما لا نهاية، صح؟ سالب ما لا نهاية وسالب 2.5، صح ولا لا؟ وحندير هذا شكله بما أنه مظللة حيكون قوس مربع اتحاد، القوس المربع الثاني نص والثانية ما لا نهاية، وهيك نحن توصلنا.